اشتغلت مع كلاتنبرج، ليه ما كملتش مع بيريرا؟ لا كملتش مع بريرا، لان احنا انا اشتغلت مع بريرا 6 شهور، كنا احنا مسؤولين عن الدوري الممتاز انا والكابتن توفيق السيد يعني. والحقيقه ابتدى في ال6 شهور كده يحصل، هو كان بيعمل اجتماعات بس، كان بيتفرج علينا بس. هو راجل، عشان ابقى صادق معاك يعني، هو راجل اداري، اداري كويس، ويمكن الكابتن ناصر وكل الناس هو ممكن ينظم، عامل سيستم يعمل ينظم العمليه اداري بتاع، لكن فنيا بعيد جدا الحقيقه يعني. فلما ابتدينا في حاجات معينه، في مثلا بنتناقش فيها خاصه بالحكام المساعدين، انا كان على طول في يعني ايه راي مختلف جدا يعني هو من الحاجات الغريبه جدا، حتى لما جيت ابتدي معاه في البدايه خالص يعني، فقال لي احنا محتاجين 18 حكم مساعد في الموسم، في الدوري كله فطبعا انا هنا وقفت قدام الحته دي كتير، قعدت 3 4 مرات نتناقش وصلناهم بكده، وبعد كده انا مشيت، وبعد كده وصلوا حاجه و50 قعدت تفاصل شويه في الرقم، قعدت افاصل، وصلوا ل 24 حقيقه والله بكلمك، بقيت 3 مرات وبعدين وصلوا ل 30. الامور كانت بعيده، وفهمته ان ده قال لك لا انا عندي 9 ماتشات هم في اوروبا بيشتغلوا كده كتير. لا 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 لا، ما هو انا اقول لك، ما هو اوروبا، ما هو انت لازم تعرف الجو اللي فيه. انا عندي 18 حكم مساعد، عندي حكام دوليين بيسافروا، عندي حكام ما بتلعبش، بتلعب في حتت ما بتلعب، عندي حكام معينه ما بتلعبش، مثلا في شركات ما بتلعبش للشركات بتاعتها، حاجات كتير. لا طبعا يعني في حاجات كتير انت بتناقش فيها الحقيقه يعني، باختصار ان انا لقيت الامور مش هتبقى كويسه، والامور وبلغنا الاتحاد الكوره بالكلام ده، وان ان احنا مش هينفع، لا هو هينفع معانا ولا احنا هننفع معاه الحقيقه يعني. لان انا لما بشتغل لما نشتغل في التحكيم، مش هنشتغل الا لصالح التحكيم. قصه ان انت تبقى موجود او مش موجود، انا النهارده ما بره بس، والكابتن ناصر مش موجود بس، كلنا مع لجنه الحكام ومع التحكيم، كل لصالح التحكيم هنقوله، صح؟ لو حاجه مش لصالح التحكيم هنقولها بالظبط كده. ولذلك احنا وصلنا الموسم السنه اللي فاتت، يعتبر موسم كان سيء بطريقه كبيره، وانت تتفق معاه وانت قلت في وجود خبير اجنبي. فانا النهارده من خلالك استاذ محمد وكابتن ناصر موجود معانا، بناشد نادي الاهلي ونادي الزمالك وكل الانديه، احنا عندنا النهارده خلاص نمشي في الفريات، عندنا لجنه النهارده محترمه، كابتن ياسر والمجموعه اللي معاه، بدايه مبشره، نديهم الثقه. اكيد احنا كلنا عايزين التحكيم يسير بطريقه، لان انا صدقني بقولها بمنتهى الامانه، مش عشان انا من التحكيم او ان انا عايز حد مصري يبقى من التحكيم، لا انا بقول يا جماعه، ومن خلالك يا استاذ محمد، منصب رئيس لجنه الحكام اجنبي مش هينجح. عايز تجيب بس ما انا، طب اكمل عكس الكلام، طب اكمل في الاول، اكمل في الادوات، ما انا اكمل بس اكمل لو سمحت. لا دي قصه ثانيه هنحكي فيها، ما عملتش الادوات. رئيس لجنه حكام، منصب رئيس لجنه الحكام لازم يكون مصري. عايز تجيب خبير، احنا عندنا الخبره ما شاء الله، والكابتن ناصر موجود، وعندنا خبره بره الحمد لله، لكن انت محتاج عايز تجيب حد فني يشتغل ويطلع لك حكام من تحت ويشتغل فنيا. زي ما هقول لك حاجه، النادي الاهلي مش كان بيجيب، كان في مره خبير هولندي في قطاع الناشئين، في قطاع الناشئين كنت جايب الخبير الهولندي ده ليه؟ علشان ان اللي هو يشتغل ويطلع صح كده للتجربه الاوروبيه هنا. لكن انت النهارده بتجيب خبير اجنبي بيبقى مسؤول عن الدوري الممتاز بس، وعقبال ما بيعرفه يا استاذ محمد بيقعد كتير. طيب انا عندي النهارده دوري بس يا كابتن، اكمل